اللاعب عسيلة وذكريات جميلة جدا في تاريخ كرة القدم المغربية والمنتخب الوطني المغربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. عسيلة حافي القدمين مول عصرية من ملعب ساحة سيدي موسى إلى ملعب البشير بدون المرور بين الفئات العمرية في أواخر الستينات وبعد وفاة الجناح الأيسر المعطي رحمة الله عليه في حريق شركة سامير، طلب المرحوم الخميري من مساعديه أن يبحثوا على جناح أيسر أينما كان، وذات يوم قالوا للخميري وجدناه يلعب حافي القدمين بساحة سيدي موسى، إنه أمشراط حسن الملقب بعسيلة، وهي دقائق. وتوجه المرحوم الخميري إلى عين المكان ووجد طفلا حافي القدمين يبهر بعافيته ترويض الكرة كيفما شاء، وانبهر بما قالوا له وطلب من المسؤولين اتخاذ الإجراءات لتأهيل اللاعب عسيلة في أقرب وقت، لكنهم وجدوا عائقا للسن لأن المرحوم لم يتجاوز سن الفتيان، وكان من الضروري أن تكون بحوزته شهادة طبية، وفعلا تم ذلك وتمكن من اللعب مع الكبار. ويبقى حسن أمشراط الملقب بعسيلة أحد رموز الكرة المغربية، ولم يغادر شباب المحمدية بل لعب لها طوال مسيرته الرياضية، وشكل مجموعة متجانسة مع أحمد فراس وإدريس حدادي وعبد المجيد البشير، المجموعة التي أرعبت الجدارات الدفاعية القوية للأندية. وتوج عسيلة بكأس العرش سنة 72 و75 والبطولة الوطنية المغربية سنة 80 والعديد من البطولات، توج كذلك بلقب هداف البطولة سنة 1976 برصيد 17 هدف. أما بالقميص الوطني فتوج عسيلة بالكأس الإفريقية الوحيدة للمنتخب سنة 76 بفضل أهدافه الحاسمة، كذلك توج بالميدالية الذهبية خلال بطولة الألعاب العربية سنة 76. عسيلة يعد ثالث هداف للمنتخب الوطني بعد أحمد فرس وصلاح الدين بصير. الابتسامة الجميلة في الصورة ذكرى جميلة. وفاة أحد أساطير كرة القدم الوطنية، اللاعب السابق للمنتخب الوطني المغربي وفريق شباب المحمدية حسن أمشراط الملقب بعسيلة، ليلة السبت 22 يوليوز الجاري بعد صراع طويل مع المرض. حسب بعض مصادرنا أن الفقيد عسيلة وافته المنية عن عمر يناهز 75 عاما بعد ساعات من مغادرته المستشفى الذي كان يرقد به عقب تدهور حالته الصحية. رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في حفظ الله ورعايته.